لأن نخوض في المساء. هل يمسح ما دامت القدمان مستورتين أم نقول الأحوط أن تقلع وتلبس زي ما يعمل الناس؟ يقول أخلع احتياطا، رأيكم؟ يعني إن كانت القدمان مستورتين هل يشرع له المسح أو يقال له احتاط واخلع الشراب أو يأتي المسح على الشراب، اخلع الخفين وروح اغسل قدميك؟ يقول أهل العلم إن كانت القدمان مستورتين فالسنة المسح على الخفين أو على الشرابين كما سأتي، وإن كانت مكشوفتين فوجوبا تغسل، تروح تغسل.